في الوقت الذي تشهد فيه القدس الشرقية هدما شبه يوميا لعدم منح الفلسطينيين رخص بناء أو توسع، تصادق ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط بناء كبير يضم عشرات المباني على الشارع الرئيس المجاور لبلدة بيت صفافة جنوب غرب المدينة، استمرارا لسياسة تكثيف البناء على طول المسارات القائمة والمستقبلية للقطار الخفيف. نسبة بناء عالية جدا، خطوط قطارات خفيفة، في نفس الوقت أيضا عملية إقامة مناطق تجارية صناعية، وفي نفس الوقت قتل القدس الشرقية، بمعنى عملية الربط الاقتصادي ما بين القدس الغربية والشرقية، أن يكون ارتباط الاقتصادي الشرقي مرتبط في الغربي دون العكس. في نفس الوقت أيضا إقامة بعض من المؤسسات الموجودة على طرفي القطار حتى لا تقسم المدينة مرة أخرى. يتجاوز الموضوع قضية البناء حول مسارات القطار الخفيف في هذا المشروع وغيرها فيما تسمى مستوطنة جفعت شاؤولة، حيث صودق على مخططات بناء جديدة، فإقامة المشاريع التجارية والسكنية في القدس الغربية يجعلها مركزا على حساب الشطر الشرقي من المدينة. عملية طرد سكان وإحلال إسرائيليين. 2، قضية ارتباط اقتصادي قدس غربية متطورة بالقرن 22 بينما قدس شرقية هي بالقرن 15. أيضا في قضية عملية تحويل القدس الشرقية إلى مكبات للبشرية مقابل رفاهية للقدس الغربي. إذن مشاريع تحمل ظاهرا تطويريا يوظفها الاحتلال للمضي بمخططاته الإقصائية التي تمسح الوجود الفلسطيني جغرافيا وديمغرافيا لصالح أهدافه السياسية. إنهاء احتلال مدينة القدس الوسيلة الوحيدة لحماية ما تبقى من أراضيها، فالاحتلال يعمل على إدارة الزمن من أجل تطبيق أكبر كم من مخططاته الإحلالية على حساب وجود الفلسطينيين وحقوقهم. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس.